مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عرفت المناطق الشمالية خلال نهار اليوم تغيير في حالة الطقس كان مرفوق بتسرب لهواء بارد وعليه بحول الله درجة الحرارة ستبقى تقرب المعدل الفصلي لغاية الأيام القليلة المقبلة بحول الله كتلة الهواء تغيرت كذلك الأمطار كانت حاضرة خلال نهار اليوم على أغلب المناطق الشمالية يوم الغد بإذن الله ستبقى زخات من الأمطار الرعدية تخص السواحل الوسطى وكذلك الشرق تكون على فترات بالنسبه لمنطقه الاوراس وبعد الامطار المحليه ستخص المناطق الغربيه والهضاب الوسطى احيانا رعديه تكون متفرقه بالنسبه للهضاب الوسطى ضباب ايضا محلي سيميز السواحل الغربيه خلال الصباح الباكر والمرتفعات بينما بالمناطق الجنوبيه سحب عابره ستميز كل الجنوب الغربي وشمال الصحراء بينما صفاء بالصحراء الوسطى الى غايه اقصى الجنوب درجه درجات الحراره خلال ليله اليوم تكون بارده بالمناطق الداخليه 5 الى 8 درجات فقط بالهضاب العليا، 9 درجات بوهران، 8 ايضا بسعيده وتيارت، 12 بالعاصمه وعنابه تقارب 11 بقسنطينه جنوبا 12 درجه ببشار، 14 بغردايه، 18 درجه بورقله، 17 بايديزي، كذلك ببرج بجي مختار، لن تتعدى 13 بمرتفعات الهوقار وتاسيدي وتصل الى 19 درجة بالصحراء الوسطى خلال ظاهرة الغد بحول الله الحرارة القصوى تبقى دائما تقارب المعدل الفصلي حيث ستصل الى 19 درجة فقط بالعاصمة في حدود 20 درجة بعنابة 22 درجة بوهران وتلمسان 18 بتيزي وزو قسنطينة باتلة ايضا لن تتعدى 13 تكون باردة بالبيض 23 درجة بشمال الصحراء 25 درجة بورقل الواد والمغير 23 درجة ببشار نفس المقياس بثمان راست وجنات بينما تتراوح ما بين 30 إلى 33 درجة بالصحراء الوسطى بمنطقة تندوف إلى غاية أقصى الجنوب. البحر خلال يوم الغد بإذن الله سيكون مضطرب على سواحل الوسطى والشرقية هنا الرياح تكون معتدلة ضمن تيارات شمالية تماما إلى شمالية غربية بسواحل الغربية البحر سيكون قليل الاضطراب مع رياح ضعيفة يوم الثلاثاء بإذن الله نبقى دائما نسجل أمطار رعدية تكون مستمرة خلال صباح نحو سواحل الوسطى والشرقية تحسن تدريجي بعد الظهيرة بإذن الله بعد الأمطار المتفرقة نحو المناطق الداخلية الوسطى. على شكل زخات بالنسبة للمناطق الداخلية الشرقية سحب عابرة على المناطق الغربية مع ضباب ونسبة رطوبة عالية خلال الصباح الباكر مناطق الجنوب الغربي لغاية شمال الصحراء ستشهد سحب عابرة صفاء بالصحراء الوسطى لغاية أقصى الجنوب وللإشارة رياح قوية نسبيا ستميز كل مناطق الجنوب الغربي لغاية شمال الصحراء الصحراء الوسطى وأقصى الجنوب تعمل على نشاط زوابع رملية درجة الحرارة تبقى مستقرة على العموم يوم الأربعاء بإذن الله وكذلك يوم الخميس سنسجل أجواء متقلبة على كل المناطق الشمالية احتمال بعض الأمطار المحلية خاصة خلال يوم الخميس نحو المناطق الغربية تكون أحيانا رعدية خلال أواخر النهار نحو المناطق الداخلية الوسطى وكذلك الشرقية نفس الوضعية الجوية بالمناطق الجنوبية نطوي هذه الورقة الجوية كالعادة بوقت شروق الشمس على مستوى العاصمة ليوم الغد سيكون في حدود الساعة السابعة صباحا وواحد وعشرين دقيقة والغروب على الخامسة مساء وواحد وأربعين دقيقة مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة ودمتم في أمان الله